فيها قصيده طروها علي وخاف اني انساها انساها انا. لا لا عطناها الحين. الحين مره الوقت يبعنا الوقت كله. اليوم غريبه ما بفاصل ما شاء الله لانهم الايام اللي فاتت يبكرون بالفاصل. يلا طراها الانسان عندما يكبر في السن ترى تغير الامور صح يتغير 180 درجه. فهذا الناس اول كان انا اتكلم عن الباديه. الباديه اذا كان فيه ربيع يروحون له مثلا 6 شهور او اكثر هم يروحون كلهم ياخذون كبيرهم وصغيرهم وبيوتهم ويقولون له مخضار هذا يروحون له يعني شهرين ثلاثه ويرجعون لديارهم ما يمديهم يربعون. فاذا كان المرواح من 3 شهور واقل يخلون البيوت الكبيرة وما يقدرون يشيلونها شيلها صعب على الجمال فيخلون البيوت الكبيرة والعفش الثقيل يخلونها في محلها عندها ناس يخلون عندها فيروحون علشان ما يثقلون على أنفسهم والروحة والرجعة أيام أشهور يخلون البيوت الكبيرة ويخلون الذهاب الثقيل ويخلون كبار السن كبار السن لأن كبار يشق عليهم ركب الجمال وركب يشق عليهم فيخلونهم في البيوت وعلى الموارد ويخلون عندهم من يخدمهم. في رجل كبير سن ورجل له قيمته في قبيلته ومع ربعه يعني فقالوا انت كبرت في السن خليك في ديوانك وهو كان يسوي قهوه كل عصر لاجل العصر دن النجر النجر علام في الليل على النار اذا شبت جوا اما الضيوف والنهار النجر اللي دقيت النجر جوا القهوه الناس هذا يدنهم. فهو لاجل العصر دن نجره ويوم راحوا الناس من عنده ويدن عنده ابن اخله او ولد له يسوي القهوه ويدن النجر ما يجي احد الناس راحت واحد اثنين ونوم ما يجي احد فصارت في خاطره لا قدر يروح مع ربعه ولا فجاء واحد قال الليله دنيت النجر وما جاك مسايير يا ابو فلان الله يوم قالها وجعته اوه مثل كلمة ابو زياد يوم يقول ايه قال الليله نجرك يدن ما عاد قعد وما جاك احد ابو فلان ايه والله انها وقعت على على الجرح على الجرح قال لي خير ان شاء الله. فيقول اليوم يوم اصبح وجاء مسير قال الليله همس النجر ماله مسايير ما غير انا وياك واللي يدنه عهدي بهم قبل امس معشلعت الطير يوم اطلقوا قبل الشروق لعنه راح وقلبي سن وسطه مسامير والله رماح بالخفاء يطعن انه ربعي لهم في القلب ولعه وتقدير حتى لو انه ربعي لهم في الصدر ولعه وتقدير حتى لو انه الساريات انا كنه اصد ما ودي تبينا العثامير اصد ما ودي تبينا العثاوير ولا ودي يزيد التناهيت وانه ربعي لهم في القلب ولعه وتقدير حتى لو ان الساريات انها كنه يا ما اعتزيت بهم على الشر والخير ويا ما اعتزوا بي لا عواذيب هن واليوم لا وارد ولا لي مصادير عيني تشوف وخطوتي مستتسنه عيني تشوف وخطوتي مستتسنه هذا يلي نشدت اخذ الخبر من مغنه والله نسيت على القصه الله ما شاء الله اي والله قويه وبليغه كل بيت حكمه ما شاء الله اي والله سبحان الله الحياه تعلم ترى انا احنا نقصد الشباب شوف طيش الشباب حلو ولكن وسط العمر حلو اخر العمر احنا نقول خاتمة خير ولكن برضه تصدقني تعيد الشريط عليك كله يا كبير السن وتجي الحكمة فيها أكثر والتأمل وكنت صح. وكنت ولا إله إلا الله ولذلك اللي